السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة جيمي جيزت. في الفيديو تاع اليوم راح نتكلموا عن لعبة دراغون بول كاكارو. بعد رداه عن مشجعي الساعة الأولى من قصة دراغون بول على لعبة القتال فايت زي، يعتزل نامكو بونداي جلب سون جوكو وأصدقائه إلى عقد 2020 مع لعبة تحت عنوان كاكاروت، وهو اسم آخر يعطى لابن جوكو في المانجا. متوقع اللعبة راح تكون في نصف الأول من 2020. هناك بالضرورة سوبر ساينس المفضل لدينا، والذي يمكنه الانضمام مع الشخصية الرمزية أخرى من الملحمة. يركز دراغون بول كاكاروت فقط على الأقواس التاريخية لدراغون بول زي، ويأخذ ملحمة أسيوية مع فيجيتا على وجه الخصوص. ثم يحدث ذلك على كوكب نايميك والمجمد الثابت قبل عودة إلى الأرض لاستكشاف قوس السيبورغز والسال. لعبة جد رائعة راح تصدر في أوائل 2020 لمحبي لعبة دراغون بول ولمحبي مانجا دراغون بول. كما شفتوا هذا هو الفيديو تاعنا تاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. لا يعجبكم الفيديو مالكم تبارطاجوه مع اصدقاء تاعكم، ديرونا لايك كومونتير، ابونوا القناة تاعنا، فعلوا زر الجرس باش توصلكم اي حاجة جديدة نحطوها، ولدعمنا في القناة فضلا منكم هذا وليس امرا. نتلاقوا في فيديو اخر ان شاء الله. سلام.